متابعي قناه انفا سبوريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازي سيتي. اليوم غادي نناقشوا موضوع كروي، علاش ان السبت 6 نوفمبر 2021 غتلعب مباراه اللي تنتظروها ماشي الدربي ماشي البيضاويين بوحدهم ولكن المغاربه ولما لا المجموع العرب بصفه عامه، وهي مقابله الديربي ما بين الرجاء والوداد. هذه المباراه هذه مره اخرى ما غاديش يحضرها الجمهور للاسف، لان بسبب الاجراءات المتخذه للحد من انتشار كوفيد 19. من اجل مناقشه مباراه الديربي ما بين الرجاء والوداد نستضيف السياسين حجي، وهو مشجع ودادي تيتوجد على اليمين ديالي. اصر على الوقوف على اليمين ديالي لان قال بان الجمهور تاع الرجاء الجمهور تاع الوداد تيبرك في ملعب مركب محمد الخامس في يمين المركب. وعلى اليسار ديالي كما تشاهدون السي طه الشادلي، هو مشجع رجاوي هو بغى يوقف في اليسار ديالو لان الجمهور تاع الرجاء او جمهور المكانه تيبرك في الجهه اليسار. ياك السي طه، كما قلت المباراه مره اخرى تتلعب بلا جمهور، بالنسبه للسياسيين كيفاش تشوف هذه المساله؟ هذه كيفاش كيف المساله؟ كنا كنتمنوا هذه المره اننا نكونوا في الملعب نكونوا حتى حنا حاضرين، ولكن الاجراءات الاحترازيه منعتنا واخا وصلنا سميتو. كنا كنتمنوا بان الناس الحاملين الجواز انهم حتى هما يكونوا داخل الملعب، ولكن الظروف شاءت انه يكون بلا جمهور بزاف المرات. دابا تقريبا سنتين المباريات كيتلعبوا بلا جمهور. الديربي حلاوته ديما كاينه، ولكن بالجمهور كتكون حلاوته احسن، وكتكون المقابله عندها نوع اخر من المشاعر. دابا المشاعر ديالنا كاينه داخل الدواخل ديالنا، كتكون مورا الشاشات، ما كتكونش كما كتكون في الملعب. كيكون داك التفاعل المباشر، كتشوف لي زاكسيون مباشرين، كتخرج فرحان تخرج مقلق من داخل الملعب. اليوم عاوتاني غنشوفو بالشاشات بلا جمهور. كنتمنى ان اللاعبين يقوموا بتحميس بعضياتهم انهم يكون ديربي في المستوى ان شاء الله. سي طه، كيفاش انت تشوف المساله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما كنشوفوا كما قال الاخ ياسين، سنتين الجمهور ما كانش حاضر في المدرجات. كنعرفوا ان الجماهير ديال البيضاويه كتخلق الحادث يعني بتفوات ديالها باهازيج ديالها. تفاءلنا خير بهذا التلقيح اللي دخل البلاد ديالنا، وكنا كنوعد من الجامعه الملكيه باللي غيتفتح الملاعب تدريجيا، ولكن الان السنه الثانيه على التوالي يعني ما كاين لا شيء. كنتمنوا كجماهير فريق الرجاء البيضاوي ان الانطلاقه ديالنا تكون من هذه المقابله، يعني لاننا كنعانيو من عده مشاكل داخليه، وان شاء الله كلمه يورغان. كيفاش تعانيو مشاكل داخليه؟ يعني الفرقه غاده مزيان يدوز ليها، ماشي المشاكل عندكم والرئيس الجديد دابا هو السي انيس محفوظ. نعم رجع معك كما تقول تتسبق لي ياسين، يعني ما كاين الا خسرنا عندنا مشاكل. لا يعني كما يعني الراي المغربي عامه كيشاد لي الرجاء ليست بخير. يعني فرجة معروفه بتيكي طاكا ديالها، باللعب ديال الفرج نعم فرجاوي ديالها. كما كتشاهدوا يعني مقابلات اخيره كنتعادلوا مع متديلي الترتيب مع احتراماتي لفريق الخصم، وكاين يعني يلاه جا مكتب جديد. كان جماهير الرجاويه كتفائل خير بمكتب اخر، ولكن طلع السيد الرئيس الجديد. وشفنا يعني البارحه كانت انزال امني شديد بمركب الوزيز تفاديا لدخول الجماهير الملعب الوزيز، وكنتمنوا يعني فريق الرجاء ينتصر. السي طه بحال اللي تيمارس الضغط على الوداد، تيقول انتم الوداد في احسن فورما غتربحوا. هي فرقه كتلعب كونتر الوداد، كتبغي تجيب الوداد دير احسن ماتش في حياتها. حتى الرجاء لا لا حتى هما ديربي ديما ديربي كنقولوا بان بعض المرات كيكون الفافوري ولا كيخسر. كاين هاد المرات كتشوفوا بان حتى اللي ماشي فافوري كيقول لك حنا راه خايفين. حيت دائما في الديربي كنقول بان احسن واحد كيلعب ماشي هو احسن واحد ممكن يفوز المقابلات، وهذا دليل ان بعض الماتش كيكونوا مفايتين في عدد الرباحات. ما غاديش يجيو رباحات ولا ثلاثه اللي كانوا كيبان لك بان كان اللعب وكان كل شيء، ولكن في الغالب كتكون العكس. وهذا عاوتاني حتى الباصه الاخرى ممكن انك تلعب مزيان وتخسر الديربي. ولكن هذا كيعني بان ولكن انت بالنسبه لك انت كودادي واش تشوف بان الوداد نيت فعلا ان فريق اللي متكامل قادر يدخل الماتش؟ الوداد قوي متكامل. لا الوداد قوي متكامل. لا مثلا عندنا وسط ميدان قوي، ولكن عندنا ضعف مثلا في الاجنحه اللي كان دائما الوداد كيقول احسن لعب فيها هو ان الاجنحه ديالها سواء رواق اليمين لها اليسار. كنلقى بان عندنا اجنحه في المستوى. هذا العام عندنا في الاجنحه في المستوى، ولكن عندنا فرقه في الجلوبال ديالها كتعطي كره اللي كان ممكن تربح بها، تجيب بها نقاط داخل البطوله، كيبان لك بانها مزيانه في الوقوف ديالها. ديما كما كنقولوا حنا لعبنا ماشي هو نفس اللعب اللي كيتلعب دابا، ولكن عندنا الحمد لله مدرب كما بين بانه مدرب مزيان، بانه كيستحق انه يدرب الوداد. حتى لدابا حنا الاولين عن جدارة واستحقاق، ربحتي كاع لي ماتش، عدلتي ماتش واحد، كتربح بحصص مزيانه، كتربح الوقيته اللي كتكون ملعب الشمس مزيان.
يعني كي داك الحافه ديال الكره تبارك الله عليهم. وكما كيما حنا ما كاينش شي واحد كيبغي يلعب الديربي الا مشى ربح، ولكن ماشي غير ربح بوحدها. هذا هو السؤال ديالي، علاش زعما كاين مقابله الديربي تتكون استثناء؟ يعني ثلاث نقاط راه ثلاث نقاط يعني بحال بحال، علاش؟ يعني كما كتشوف الرمزيه التاريخيه ديال الديربي، فالديربيات معروف ان فريق الرجاء كينتصر ديما، فريق الوداد يعني كيتوقع عدد الانتصارات كيبقى بزاف ثلاثه الماتشات. المهم عدد الانتصارات راه فيشين الحساب بزاف الشيطان. يعني كما كتبقى كما قلت لك الرمزيه التاريخيه ديالو، ان يعني من الصغر ديالنا تربى فينا ان واحد ان مقابله الديربي كتبقى غير ماشي بحال المقابله الاخرين، هي كتبقى مقابله ثلاث نقاط، ولكن في الديربي بالاخص ان الرجاء انتصرت وغتكون الانطلاقه ديالو مع قرب الميركاتو الشتوي وعسيد الرئيس انه غيجيب انتدابات جديده. فكما كتعرفوا ان رحيل بين مالونغ وصفي الرحيم يخلف واحد الاثار كثير كبير لا بالاجنحه لا في الهجوم. سي طه كما تنشوف دابا المدرب سي الشابي حقق نتائج اللي هي مرضيه مع الرجاء، دا يعني كاس الكاف، دا كاس العرب، الثاني في البطوله، ولكن راه ما دارش نحسب ان بعض جماهير الرجاء ما مرتاحش لهذا المدرب. علاش؟ لسعد الشابي هو ماشي الخدمه ديالو، كانت خدمه من قبل ديال المدربين السابقين، يعني باللاعبين القتاليه ديال اللاعبين. ويعني كما كنقولوا الرجاء راه في الرجاء فريق فرجاوي، من الجمهور ملي ما كيشوفش الاداء راه ما صافي، راه ما كيبقاش يعني مرتاح للمدرب. بالنسبه للوداديين واش يبغيو تتبغيو الراجل تكون قويه تلعبوا معاه، ولا الراجل اللي مدعدعا باش تربحوها؟ ماشي شغلنا فيهم، الا كيما بغاو انا قويين خاصنا نربحوهم، يكونوا ضعاف خاصنا نربحوهم، يكونوا كونستان خاصنا نربحوهم. هذا مبدا انا مبدا. يعني تشوف الفرقه ديالك انت وصافي، كتشوف فرقتي مزيانه كتكون مزيانه، ولكن الديربي لا خاصها تكون مزيانه، ما عندناش اشكال، ما عندناش مشاكل. فرقتنا حنا باللاعبين اللي كاينين ديما خاصنا نثقوا فيهم. لعاب اللي كيهز اي واحد كيهز المايو ديال الوداد هو مايو ثقيل، خاصو يهزو ويعرف القيمه ديالو انه غادي يربح كيلو كان. ما عندنا شي حاجه اخرى غير نمشيو نقلبوا عليها ايش خطه كيفاش غتربح كيفاش غدير، ولا خاصك تربح، خاصك تقول خاصك تربح. وبالنسبه للديربي رجع الجواب اللي قلتي، الديربي ديما ديربيات في العالم كامل عندهم حلاوته، ما يمكنش شي ديربي ما عندوش حلاوته. كتمشي لمدريد كتديربي ديال اتلتيكو وريال عنده حلاوته، كتمشي لمانشستر كتلقى مانشستر سيتي عندهم، كتمشي ليفربول كتلقى ايفرتون وليفربول عنده حلاوته. كيبقى ديربي ديال المدينه، قدو نقولو مقسوم على جوج، مقسوم على ثلاثه، مقسوم على اربعه، ولكن عندنا في المغرب كاين ديربي واحد. نقدروا نقولوا بان الدار البيضاء محظوظه بهذا الديربي هذا. كما كيعني شاهدنا اخر ديربي اللي كان ديربي تاريخي ديال 4-4، اللي يعني جميع قنوات العالم كاع تحدات عليهم على الجماليه ديال الجمهور والاداء اللي كان في ذاك المقابله، اداء خرافي. وكما كنقولوا يعني كم هذا الماتش مقابله الديربي بالضبط، فالراجل واخا تربح يعني ما كنجمهور ما مقنعناش، حيت واخا تربح كاينين بزاف الاشياء خصهم يتعاودوا. في مثلا كاين خص تركيبه بشريه، خص لاعبين جداد، خص لاعبين ينضبطوا، حيت كنشوفوا يعني بعد السلوكيات وسط الملعب، يعني ما خصوش يدير لي بروفيسيونال ما كيديروش هكا. وتيقول لك بالنسبه للجمهور الرجاء واحد الراي تيقول لك ما تيعجبهمش الصيام في رجاء، ما تيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجاء كما تيقول. فرقه تتكون ديما ريا مزيانه، ولكن مع ذلك تنشوفوا الوقفات الاحتجاجيه هو معلاش علاش الرجاء. يعني كما قلت المرجعيه التاريخيه ديال اللاعب كاينين كيفرجوا كيربحوا كما كنقولوا، كيخصهم يربحوا يفرجوا يكون الاداء والنتيجه. فالرجاء تخلق في الاول، تخلق الفرجه عاد مورا الالقاب. السياسيين ديما في المقابله تاع الديربي تنحسوا بان كلشي شاد في راسو وكلشي مخلوع في الدار البيضاء، ياك ما خاصه، ولكن الفرق هو اللي خصو يوقع، لان خاص تكون هذه المباراه تاع الديربي واحد اللحظه تاع الابتهاج، لحظه تاع السرور، لحظه تاع اشعاع تاع مدينه بحجم مدينه الدار البيضاء. هو تكون فرحان ويكون الاشعاع ويكون هذا الشيء راه كيجيب داك الشيء اللي قلتي في الاول، ان كلشي كيكون شاد في راسو، كلشي كيكون مخلوع، كلشي كيكون عنده واحد المشاعر باغي يخرجهم. حنا كمغاربه بالخصوص ان المشاعر كنخليهم حتى الاخر، بحالتي كتكون فرحان بزاف، خسرتي كتقد ما تخرجش من الدار، تقد تقلق، تقد دير بزاف د الحوايج. هذا هو الديربي هو مشاعر بدا من الاول. لا بدا لا لا اللي قصدت انا هو كلشي مخلوع، يعني الحوانت مخلوعين سيرتو فاش كانوا تيتلعبوا الماتشات. لا شوف تيتسدوا بكري ما نحطش الطونوبيله حدا التيران كذا. هو صراحه الملعب جا وسط المدينه، وجا الملاعب الكبار في العالم جات وسط المدينه. هذا مشكل ماشي ديال الجمهور، هذا مشكل ديال المؤسسات الاجتماعيه، ديال المؤسسات ديال الدوله، اللي هي اللي خلات هذا الماتش انه اللي مشحون، وخلات الناس اللي غادي للتيران انهم بحال غاديين لواحد لاكاع. لان علاش؟ لان من الاول ملي كتخرج من الدار وانت غادي في جميع احياء الدار البيضاء، وانت ماشي في نقط تفتيش عاديه، انت كتحس براسك بحال واحد المجرم غادي للتيران. اش كتسنى من رده الفعل؟ اش كتسنى من التنظيم؟ هو مشكل تنظيمي. فعلا. هو مشكل تنظيمي 100%. اش كتسنى بان بي كيكون داير 50 كتشري ب 400؟
وبي كيكون ديال 20 كتشري ب 200 السوق السوداء هذه السوق السوداء عاد كتسنى بان ملي كتدخل التيران ما كتدخل في الكرام كيكون حنا واقعيين كاين بزاف د الحوايج كتشوفهم انت مخلص بيه واحد غادي يدخل فابور بوكو اش غتولد عندك غتولد عندك الضغط النفسي الضغط النفسي وحدك سميتو ولا تخرج شي خارج لا بدا غتولي يضرب يدك مع الحائط دابا هذا اقل هي حاجه تولي سميتو هي قضيه التربيه وهذا نمشيو لغولي واحد اخر وان شي وحدين الا كنت انا مع الصباح خارج من الدار وجاي التيمان في طريق بورتو خارق جميع انواع القوانين يعني حتى حد ما وقفني حتى حد ما قال لي فين غادي اش هادشي اللي كدير غادي بزاف اش كتسنى مني وانا خارج انا خارق القانون وانا خارج من الدار يعني يوم وطني خارق القانون هذا يعني خاص المسؤولين ياخذوا وقتهم ويعرفوا بيوصهم بان هذاك خاصو يسوى مقابله عاديه خاص الناس تعلم بان تحترم القانون تتصل الملعب وتخرج بان تعرف ما لها وما عليها في الحقوق هادشي هذيك الاقليه الصغيره اللي كتجي خارقه القانون مع الصباح وهي نفسها اللي كدير مشكل ملي كتكون غادي خارجه في الاشياء سي طه شنو رايك في هذا الشيء يعني كان مع الاخ ياسين في هذه النقطه يعني كما كنقولوا هو المشكل ان الملعب جا في وسط المدينه ومنطقه المعارف يعني واخا يومي حذيو يعني ضروري كيكثروا واحد الانفلاتات من الجماهير وكما كنعرفوا ان في طريق العوده راه كيتصادفوا الجماهير بعضياتهم في لا في طريق ديال المعارف لا في طريق هادشي ما كانش قبل يعني في سنه 80 و70ات كان الجمهور تيجلس حدا بعضياتو فهمتي ما كانش مشكل كانت تربح الفرقه بثلاثه اربعه جوج كذا كلشي تيكون معانقين كما قال الاخ ياسين اختلاف ثقافات وفي وقت اللي ولاو كراسه حمرين كراسه خضرين كتم التفرق ولكن كما كنقولوا هي كتبقى واحد الحلاوه زوينه انك يعني انت والغاري مقابلين في الملعب كتكلاشوا بعضياتكم ولكن ملي كتسالي كيسالي الماتش يعني واحد هادشي اللي المفروض اللي تيكون هادشي المفروض ولكن هادشي تيكون ولا ما تيكونش هذا ما كيكونش صراحه ما كيكونش في اي ديربي في العالم لان انا الديربيات مثلا كيتلعبوا اللي كيتلعبوا راه كيكون فرقه مدخله جمهورها بوحدو 5% وكاين هاد المشاكل خارج الملعب 5% وكاين هاد المشاكل خارج الملعب هذا في اي ديربي في العالم ما يمكنش هذا حتى واحد الرؤيه كانت تقول بان الا كانت مستقبل الرجاء تدخل بحال اللي مدخل على الجمهور ديالها وتعطي واحد الحصه للوداد والعكس صحيح انتم مش تتفقوا مع هذا الرأي احنا مش حلوش الديربي في المغرب هو يكون هو تقسم النص ديال الرحله والديربي في المغرب واقع الفكره كيقولها شي حد اللي ما كيعرفش الحلاوه ديال الديربي في المغرب حلاوه الديربي في المغرب هو يكون الجماهير بجوج لان لي كلاش كيكون وسط التيران لان الضحك اللي كيكون وسط التيران مواجهه التيران يعني الوقيته اللي كتكون ضد الفرقه بحال الاخرين ساكتين داك الوقيته اللي كيكونوا ساكتين ربما رجع للديربي ديال التعادل الشهير ديال 4-4 كنا حنا ما كناش في النشاط كنا صافي كنقلبوا على الثقافه التاريخي ديالنا واحد الوقيته من خرجنا مقلقين من التعادل مقلقين من التعادل لان كان ممكن تربح بكثر وكانت عندك فرصه وكان النجم ديال الديربي هذاك النهار اللي كان اسوء لاعب في الوداد اليوم باغي يلعب ضد الوداد هاد القضيه على النهائر دابا القضيه جبتي النهائري هاد القضيه كيفاش واش الجمهور تيهضمها يعني اللاعب تيكون لعب في الرجاء تيمشي للوداد يلعب في الوداد يلعب في الرجاء واش كيفاش يتسمى استقباله في مباراه الديربي رجع ما كنت الاخير لاعب النهائري يعني كان دار واحد الاستفزاز في مقابله ديال مراكش اللي خسرت فيها الرجاء في هدف لي صفر كان دار واحد الاستفزاز واحد الفيديو يعني جمهور الرجاء مقابله تاع الديربي العربي خاصك تستفز يعني جمهور الرجاء هو دابا تيلعب في الرجاء يعني كنت في الزندق كنعطيه الماتش متى واحد لا كما كنقولوا يعني جمهور الرجاء مهضوماش لاننا يلعب في الرجاء ولكن دابا لعب يعني وكما كنقول دابا حاليا في الرجاء النهائي ما كاينش محسن منه في البوست يعني فهمتيني اللاعب تبارك الله كيخدم ونتمنى يرد على الجمهور الغريم يسجل عليه اش نتوقع ديالك لهاد المقابله تاع السبت 6 نوفمبر 2021 هو باش يكون اليوم ماشي توقع هو اللي خاصو يكون خاصنا نربحو بشحال غادي تربحو اي حصه ونتمنوا الدار ديما كنتمنى 3 الفوق 2 الفوق كنتمنى الحصه والاداء كنتمنى هادشي كامل الدار هو تربحو هو تربحو اون برانسيب هو تربحو متسالي ان كيما بغا تكون النتيجه كيما بغا يكون نوع الاداء كيما بغا يكون ماشي ثلاثه نقاط كيكون داك الرباح لان كما قلت حتى في الاول الحسابات 35 37 39 التاريخ تيسجل الحسابات كيبقى تسجل الا عشنا حنا جات جينيراسيون ديال مورا هذاك سميتو ما يقولش لك بشحال ربحتي شحال ربحتي شحال 16 نتوقع ديالك انت توقع ديالنا غيكون مقابل يعني مجموعة الفرق اللاعب الفرق الرجاء غيدخلوا مشحون لهاد المقابله انهم بغيو يشعروا نفسهم من الهزيمه ديال الموسم الماضي هزيمه ديال الموسم الماضي ديجا كانوا يعني ديجا قبل الرجاء لعبوا ربحوا الي ولا مره
يعني غيبغيو تارم ديك الهزيمه وغادي يبغيو يبينوا انهم حاضرين في المقابله. غتكون واحد المقابله يعني شنو نقول لك كتلعب على جزئيات بسيطه يعني غيكون اللي مستعد ذهنيا هو اللي غيربح. وكما كنقولوا يعني المقابله الرجاء داخله فيها كضعف ولكن كما كنعرفوا الديربي كتكون فرقه ضعيفه وكتربح المقابله والعكس على صحيح. ما تنشوفش بان هذه اخر فرصه بالنسبه للشابي الى ربح فيها غادي يبقى لها. نعم هذه اخر فرصه لسعد الشابي اللي لما كانش واحد النتيجه اللي هي الفوز فراه المصير ديالو هو الايقاع. شكرا سي طه، شكرا سياسين على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.